قلت له انا الصبح اليوم هو عاده بيحكي. قلت له عمال مشهد وحياة رب رح يغيروا فكرتك فكرتهم فيك 100%. شو فكرة هذا؟ يعني فكرة يغيروا فيك؟ أنا بصوت بحالي يعني فكرة بصوت بحالي هيك بتقول رح يغيروا فكرتهم فيك؟ لا فكرتهم فيك أنه دائما تيجي بتحكي يا زكي مثل ما قالت أليسار اليوم عمال مشهد بدي أجي أحكي استفى الحال هو عم بمشي على مبدأ بار ما أنت ماشي على مبدأ ميمة اللي قبل شوية قلت شو قصدك شو قصدك فمان عليه لا 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 استنى شو تفكر حالك ذكي إذا بتجيب على مزح تفكر حالك ذكي داهر والله جايب على مزح لك أنا جايب على جد مش علي مش علي مش بادي مش ماشي على مبدأ ميمة إنه أنا يعني بالسيف سايد إنه أنا خلص أصلا ليش طلعوني نومني وأنا وأنا أوكي شفت كيف أنا هيك بعطيكها بال هيك أنا مش حاط حالي هيك اوكي دار مش حاسس هو ده كان قصدك انا قصدي انا والله فهمت حاجه على الطايره انا الله ما اترك شغلته اوكي مش قصدي هيك ولا حاط حالي انه خلص انه انه يعني رقم عليك اذا شو حكيت غنيت رقصت لهم ابصر شو انه خلص انا ليش طلعوني مني انه انا قوي ما بطلعوني لا انا مش حاط براسي عشان انا عم بقول لك عارف شو اعمل عم انا بدهم فكره طفرتني بوص بعرف كيف اوصلهم اياها مش ضروري اقعد اتبل او مسب تتهبل لا مش ضروري مثلا اذا انا انا شايف حالي اذا انا شايف حالي انت بدي اعمل مشهد وانا صغير ما انا بقول لك وانا صغير ما هيك قصدي في شغلات وانا صغير هلا انا كبير هلا ما 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 بديش اقعد اعملها عرفت فانا بوصلهم لايديا وخلص لما انت هون بتفرشي شطارتك محمد هذا اللي قصدي عليه بس مش انه فتت احكي لهم اذا فتت حكيت لهم قصه وكذا ما خلص متعودين يا خيي لو ما حطوك ولو ما عجبهم الفكره اوكي او لو ما طلعت نومينيه بسيطه فاين ما هي اللي عم نقوله نحن بس عشان انت هيك تبين لهم مثلا كيف لما فتت مع ميما وقالوا لك مدحتك مدام ماري قالت لك انت شوف قد ايه بتكون مثلا مين اللي قال لك مشهد جابي قال لك شوف مشهد ميرهان قد ايه كنت شاطر ما قال لي بوقت خالد بوصخر على كلامه انا مش بقول مدح نفسه كذاب اصلا طيب ايه قال لي انت وخالد اشطر اثنين بالتمثيل عندي بالسار اكاديمي 5 اقسم بالله جابي بمثل كل إشي بس في شغلات انا يعني في شغلات ببعد عنها وهو حرام هذيك المره عندي افشل اثنين هي جابي متذكره انت ريال افشل اثنين هي منها افشل افشل جيرل يا اهبل عم بقول لك لا لا عم بحكي معك بجد وبنحكي عم بقول لك افشل اثنين عندي ميرهان عم بتضحك معها بقول لها افشل اثنين هي ميرهان افشل اثنين طبعا بحكي معك خاصة بالموضوع جد ولا طالع فكرة ومسوم بدني انت يا حبيب قلبي طبعا عم نساعدك احنا انت بس ما بتتقبل عم بقول لك عمل مشهد بتقول لي لا بدي افوت احكي عم بحكي معك انا موضوع قلت لي اليوم الصبح ليه ما بتفوت هو قال لي قلت له ايش موضوع عم بحكي معك عن موضوع انا معين عم بقول لك اللي اقوى اثنين اوكي فاين يا خيي ومثلا طب فرجي انه انت اقوى اثنين بس هيك ياخذ واجى قال لي انت ليه فرجي انت اقوى فرجي انك اقوى انا مش اقوى انا ما بقول انا فرجي انك انت شاطر هذا حكي يا خيي وليش المار بس انا في شغلات طب هو بكون شايف فيك شيء هو بكون شايف فيك شيء مش من حاكي من هيك عم بيحكي والله قال اوكي انت اقوى اثنين بكون شايف فيك شيء صح ولا ايه انت اقوى اثنين وانا افشل اثنين اوكي عرفت كيف فرجي طب عمال مشهد قلت لك عمال مشهد حلو مش ضروري تعمل تهبل ولد قلت له مشهد انه هو بكون قلت له شو بتحب انت وصغير وانبسطت في هلا بتيجي بتقول لي ما عندك فكره بديش اعمل ولا مشهد بدي احكي لهم عن طفولي وعن شو كنت اذا اذا برايك رح تقدر توصل اذا دلها يريح وخليه يمكن ما يريح عشان يعمل حاجه ثانيه اذا برايك رح توصل فكره ورح تحسسهم بالضبط اللي انت ببالك ولا عارف شو يعني مش انه قصدي انت بتفهم انه انا حاط حالي يلا شو بده يطلع لي مين يا حبيبي يا خيي خلص لا سامحنا عليها يا محمد هلا صفي نيتك حبيبي صفي نيتك صفي نيتي لا معلش معلش بتجيبها على مزح زاهر لا يا قوي واي لا يا قوي واي لا زاهر وبتجي بتدخلني انت حق زاهر قوي درمان طلع عيوني انت قوي درمان ما تعملش موضوع من الفراغ اسمع هلا انه بكون في عالم شاهد ما انا معلش طب معلش بدي اياك تعرف شغله عني اسمع انا بعرف كل شيء بس طيب خلص كان اذا بتعرف شيء روح افحص حالي قلت لي زاهر اوكي يا حبيبي والله بحبك كل شيء والله ده بس طيب انا يعني نيتي سيئه يعني انا نيتي سيئه تجاهك لا مش سيئه لك يعني لما شو عم تقول نصفي نيتك تجاهك بعرف كل شيء والله حياه ابوي يا زلمه بعرف كل شيء بعرف طب ما كانش قلت لي صفي نيتي تجاهك يعني انا عندي بقول لك تفكير انه يعني لما بتحكي ما لما بتحكي مع يعني في ناس بتحكي معهم في ناس هيك مساكين يعني بكون بيمشي عليهم شغله يعني انه مثلا انا بدي اوصل فكره بجيبها على مزح المهم الذكي مع الاساس انت كنت ذكي واكتشفت انه انا ما في هالطبيعه هذا كنت مفكر انه في بس وضحت انه ما في لا قلت لك هذيك ما كنا نادين قلت لك انت لما حبيبك تعمل بدك توصل شغله بتوصلها بمزح بتعرف كيف توصلها بتزيد كلمه بتزيد كلمتين وبتخش على موضوع ثاني خلاص المهم الذكي فهم
اوكي مش حاطه انا حالي لا بسيف سايد ولا إيه ولا ده. عيب عيب هذا الحكي. اوكي قادر في ايه يا قادر؟ ما حصلش حاجه خالص، انت ليه عملت موضوع كده؟ هو خلاص متضايق لانه ما طالع بمشهد، هو اعصابه تعبانه بسيطه. لا لا مش اعصابه، ما بعرفش احكي. لا انت اعصابك تعبانه ومتوتر وقاعد بتكسر في ضوافرك. بسيطه بسيطه اوكي. انت زاهر والله مرات زرزر بتكون هيك موضوع شرفي بصير ولا اتقل من دمك. كنا هيك محمد، اقسم بالله كنا نحكي عادي يعني الحمد لله يعني. يعني ما بحياتك شايف هيك اشخاص؟ انا رايي غير رايك يا قويوي. ثانية يا ميما، مرة واحدة بقلب هيك بصير تقلب زنخاتي. اذا انا مش خلص اخذ انه فكرة انه انا قلبي اسود تجاهه غلط تماما، وهو عارف انه غلط. هو متعصب من حاجه هلا اخذها. لا لا وحياتك انا بعرفه محمد، هلا اخذها خلص حتى براسه فكره انه انا حاط براس انه هو هيك. لا لا والله وعلما اقسم بحياه ربي انه هلا خطرت على بالي هاي الفكره. ما هي فكره هاي اللي قلت لك عنها انه انت مطمن انه انت مش رح تطلع نوميني. هلا خطرت على بالي وعم بتلخم. لو مش قلبه عليك ما يقولكش حاجه، ما تتفلق، ما تعمل اللي انت عايز تعمله. هاي اللي بيقهرني فيه، هاي اللي بيقهرني فيه. انت عم تيجي بتقولي امرار السنخات. ده ما بيفكرش. ده بتقولوا في ناس حاطين حالهم بالسيف سايد. اي انا اللي قلت كده مش هو اولا. ما قالت حالا بتحط حالها بالسيف سايد. انا اللي قلت هاي، انا اللي قلت لك انت هلا قلت هيك. ما قلتش في ناس بتحط حالها، قلت في عالم هن بالسيف سايد. هن قالت شوي بالنسبه لناس ثانيه مش معتبرين حالهم بالسيف سايد، هن بالسيف سايد. هلا شو بدنا نعمل عشان ليفل؟ انا مسؤول. قلت لك فكره انا لازم رايي تطبقها. وليك من هلا محمد اذا متضايق احكي هلا بربك. انا ما بحب لانه بتعرف ما بحب بعد 3 ايام تيجي تفتح لي الموضوع تقول لي انت من قبل وبتحكي عني بتقول لي برجع بالماضي. احكي هلا قهرتك ما كان قصدي، خلص الموضوع. هاي الموضوع اللي هاي خلص، تأكدت ان انا ما بنيتي شيء. انتهى ممتاز.